الأكيد أن ذاكرتكم مع هذه الصور القديمة لأولى نشرات التلفزة الجزائرية الإخبارية سوف تعود للوراء لماض عاشه آباؤنا. النشرات كانت تحمل تفسير مشروع المجتمع الجزائري آنذاك، وكانت الناطقة الرسمية لثورة الجزائر الكبرى، فمصداقية الثورة تحملها هؤلاء. L'inauguration du deuxième magasin d'alimentation et coopérative d'Arbe Mili. Là, le frère Ahmed Bembella devait faire une importante déclaration. La séance de l'Assemblée nationale a été ouverte aujourd'hui par le frère Mengeli, vice-président de l'Assemblée. À l'ordre du jour, la proposition de loi modifiant celle du 31 août 1963 est relative à la situation des anciens et anciennes détenus et internés politiques. Le texte a été envoyé devant les commissions de législation et des finances pour un examen plus sérieux. وصل إلى مطار البيضاء الأخ شندرلي ممثلنا الدائم لدى هيئة الأمم المتحدة قادما من نيويورك على طريق باريس. وكان في استقبال الأخ شندرلي في المطار الأخ تارزي الشرفي من مصلحة التشريفات وعمر مهوب النائب في المجلس الوطني. وصرح الأخ شندرلي في المطار بلي زيارته تدخل في إطار نشاطه العادي، وبلي السيد طانت الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة رايح يقوم بزيارة الجزائر في فاتح فيفريي، زيارة تدوم 4 أيام. صوت الشعب الغاني بأغلبية ساحقة على اقتراح الرئيس نكرومة الذي طلب فيه من الشعب الغاني أن يختار حزب الميثاق الشعبي كالحزب الوحيد في غينيا. عزيز بوتفليقة وزير لشؤون الخارجية مطار دار البيضاء في طريقه إلى القاهرة لحضور مؤتمر القمة الإفريقي لوزراء الخارجية، ورافق الأخ الوزير شخصيات رسمية عديدة منها سفير كوبا بالجزائر. وقبل امتطاء الطائرة صرح الأخ عبد العزيز بوتفليقة بأن الجزائر تواصل سيرها في الطريق التي وافق عليها الشهيد البطل باتريس لومومبا رغم تهديدات تشومبي الرئيس المزعوم للكونغو ليوبولفيل.
اللحظات الأولى من يوم الاحتفال بذكرى اندلاع الثورة المباركة لتمجيد شهدائنا الأبطال، حيث توجه رئيس الدولة ومسؤول الحزب وأعضاء من مجلس الثورة والحكومة توجهوا إلى مقبرة العالية للترحم على أرواح الشهداء. ثم مرت فرق مدارس التكوين التابعة للجيش الوطني الشعبي، جاءت في مقدمتها فرقة المدرسة الوطنية لتكوين جنود من رتبة صف ضابط. وآن دور رجال الصاعقة مرددين صيحتهم المعهودة. أيها السادة والسيدات، مساء الخير. اقتصرت الأحداث الدولية اليوم على التوقيع على الاتفاق المصري الإسرائيلي حول إيقاف القتال. ذلك أن السيد ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية وصل فجأة عشية اليوم إلى القاهرة وأجرى محادثات مع الرئيس المصري السادات. نشير في البداية إلى أن الرئيس هواري بومدين رئيس مجلس الثورة ورئيس مجلس الوزراء استقبل اليوم السيد بول دونيس سفير بلجيكا بالجزائر، وذلك بمناسبة مغادرته الجزائر بعد انتهاء مهمته بها كسفير فوق العادة لبلجيكا. وذلك ما يحدثنا عنه من نيويورك الزميل محمد مليكة. اتصالات حثيثة تجريها هنا في الأمم المتحدة وفود الدول العربية فيما بينها ومع مختلف الوفود الأخرى استعدادا لمناقشة القضية الفلسطينية التي ستبدأ يوم الأربعاء القادم. وفي خضم هذه المشاورات ازدادت عزلة إسرائيل الدبلوماسية بانضمام دول السوق الأوروبية المشتركة اليوم إلى الموقف العربي. أوفد اليوم الملك فيصل إلى دمشق الوزير السعودي للدفاع والطيران لتسليم رسالة خاصة إلى الرئيس حافظ الأسد. السادة والسيدات، مساء الخير. نستهل الجريدة بالنشاط الرئاسي، حيث استقبل الرئيس هواري بومدين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الثورة ظهر اليوم بمقر رئاسة الجمهورية سفراء الجزائر الذين تم تعيينهم مؤخرا لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة وخاصة في القارة الإفريقية. أما في العالم ففي الوقت الذي ينتظر فيه انسحاب قوات الغزو الصهيونية من جنوب لبنان، شنت هذه القوات فجر اليوم عدوانا جديدا استهدف بلدة العقبية الواقعة على مسافة 10 كيلومترات جنوب مدينة صيدا، مستعملة الزوارق الحربية والطائرات والمظليين.